السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عزيز من فيزيون تكنولوجي. اليوم أستعرض لكم الهاتف الجديد ديال شركة هواوي اللي هو Y7 برايم 2019. كما تعرف معنا الجميع كان خرج الهاتف Y7 برايم 2018 السنة الماضية ولقى واحد النجاح كبير. هذا هو نقوله الميزاجور أو الجديد ديال نفس الغيفيرونس ولكن بتحديثات ومواصفات جديدة. بلا ما نطول عليكم مباشرة ندوزو لفتح العلبة ديال Y7 2019. هذا هو الهاتف، نرجع ليه من بعد. في لابوات تلقاو الكتيبات، تلقاو كما العادة كما عودتنا شركة هواوي عندنا البروتيج ديال البروتيكسيون ديال الإكران، عندنا كذلك البوشيت البلاستيكي. فهو جميل أننا نلقاوه في العلبة، الأشياء اللي تتغنينا على أننا نمشيو للسوق باش نشريو هاد الأشياء. كذلك عندنا الشاحن، شاحن مع كامل الأسف ما تدعمش خاصية الشحن السريع، مع الكابل ميكرو يو اس بي. كذلك من هذه الفئة ما عندناش تشيب سي. كذلك عندنا لي زيكوتور 3.5 مليمتر اللي هما لي زيكوتور عاديين. كلشي هادشي كيما قلت لكم عادي في لابواط ديال Y7 2019. ندوزو مباشرة الهاتف كما تلاحظوا معنا. نحل فوالا الهاتف، تيجي شكل رائع مغاير للشكل ديال الهاتف ديال السنه الماضيه. تيجي على اليمين كما تلقاو كما العاده زر ديال باش نشعلو وباش نطفيو، لي فوليوم باش نزيدو ونقصو. لتحت منفذ ديال الشحن تيب ميكرو يو اس بي ماشي تيب سي كما قلنا. كذلك الاو بارلور، والفوق تلقاو منفذ 3.5 ملم ديال لي زيكوتور العاديين اللي كما قلت لكم كاين عندنا في لابواط. الشاشه تجي 6.26. هاد القياس ديال الشاشه تيجيني تقريبا شخصيا هو احسن قياس ديال الشاشات، لان في اليد تيجي تقريبا 6.26 وفي اليد تيجي صغير. اللور ديالو البلاستيك، ولكن البلاستيك شيئا ما لامع، تيجي في ثلاثه الالوان اسود ازرق واحمر. هادشي اللي نقدروا نقولوا على الشكل بصفه عامه، الشكل رائع. من الوراء تيجي عندنا بجوج كاميرات، كاميرا بدقه 13 ميجا بيكسل وكاميرا الثانيه ديال العزل 2 ميجا بيكسل. من الامام تيجينا كاميرا 16 ميجا بيكسل، يعني السيلفي 16 ميجا بيكسل، غيكون رائع ورائع جدا. نشعلوا ليكرون كما تلاحظوا معايا، ليكرون والشاشه رائعه جدا. تنظن انه اول هاتف من هذه الفئه السعريه اللي تيجي بهذا الواتر دروب، هاد النقطة اللي بحال هاد النوتش اللي على شكل نقطة ماء الفوق. اسمحوا لي كاينة الفوق هنا. شاشة جد رائعة، أحسن حاجة نجربو نحاولو نجربو مثلا شي فيديو يوتيوب. فوالا كما تلاحظوا معايا الجودة ديال الشاشة رائعة، وكذلك الصوت رائع. الكاميرا ناخدو مثال، مثلا نصور مباشرة هادي اللي حدايا هنا كما تلاحظوا معايا التصويرة. نحاولو نزوميو، دقة جميلة واخا تنزوميو، يعني جربت بعض الصور لا بالإنارة الليلية لا بالإنارة في ضوء النهار، رائعة ماشي خطيرة جدا ولكن رائعة لهذه الفئة من الهواتف. تيجينا هذا الهاتف ب 3 جيجا في الرام بحال الماتيل ديالو ديال 2018، 32 في الميموار، كذلك نفس الشيء اللي جاتنا في Y7 برايم 2018. المعالج هو سناب دراجون 450، معالج جيد وجيد جدا لهذه الفئه من الهواتف، يعني بالنسبه للناس اللي تهمهم الالعاب ببجي او غيره من هذا النوع ديال الالعاب، غيلعبوا بطريقه جميله ما غاديش يبقى يلاقي لهم، ما يبقاش يتعطل لهم. كما قلنا السناب دراجون 450، 4000 ملي امبير في لاباتري. تنظن ان في هذه الفئه السعريه وبهذا المعالج ديال سناب دراجون 450 تنظن يدوز النهار، بل انا متاكد انه غيدوز النهار كامل، يعني من 8 الصباح ل 6 العشيه غيدوز معنا النهار كامل، ما يحتاجوش نشارجيوه. تيجي دويال كارت سيم كما العاده
كما عودتنا شركة هواوي لومبلاسمون ديال لاكارت سيم او الذاكرة الخارجية اللي توصل حتى ل 512، وان كان في السوق باقي ما تلقاوش هاد الذاكرة ديال 512. هادشي كل ما كان ممكن نقول لكم على هاد الهاتف Y7 برايم 2019. الى عندكم تعليقات او ملاحظات شاركوها معنا في التعليقات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.